التسجيل خليه باليسار بعدين. نعم. تمام استاذ ابدا. نعم. السلام عليكم طلاب، نأخذ المحاضرة الثانية تكملة من يورين أنالايز، هي تحليل الإدرار وطرق جمع العينات. إحنا بالبداية لازم نتعرف على إيش هي الغاية، إحنا أخذناها بالمحاضرة السابقة، الغاية من عملية تحليل الإدرار. أولا للتشخيص اللي هو الحالة بصورة عامة، كذلك تشخيص الحالات المرضية المتعلقة بأمراض الكلية أو الاضطرابات الكلية، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على وظائف الكلية، أو يمكن من خلاله مراقبة الأشخاص المصابين بمرض السكري. أخذنا ثانيا أشي يتضمن لي اللي هو تحليل الإدرار، يتضمن لي اللي هو عدة اختبارات، اختبارات فيزيائية وكيميائية ومجهرية وكذلك يورين كلتشر. بالنسبة كان الاختبارات الفيزيائية تتضمن لي اللي هو الكلر والفوليوم سبيسيفيك جرافيتي واودر، يعني ممكن انه من الاختبارات الفيزيائية تتضمن لي من اللون، ممكن انا احدد اللي هو الشخص راح يكون مصاب بحالة مرضية او لا، كذلك من الكمية والكثافة النوعية والرائحة. اما بالنسبة لي الاختبارات الكيميائية تضمنت لي البروتين الجلوكوز الكيتونز اكلت بلاد بيليروبين يوروبلينوجين بي اتش والبيل سالت. اخذنا كل متغير من هذه المتغيرات الكيميائية، واخذنا عليها موضوع معين وعرفنا اللي بالحالات اللي راح تزداد اللي ممكن انه تكون موجودة بالإضرار او عدم وجودها بالإضرار. نجي نكمل الى الاختبارات الفيزيائية، مايكروسكوب اكزامينيشن اوف يورين، عفوا الاختبارات المجهرية لليورين، Averity of normal and abnormal cellular elements may be seen in urine sediment such as ربما عفوا ربما العناصر الخلوية تكون متواجدة أو متنوعة، إما تكون حالات إما طبيعية أو غير طبيعية وتكون متواجدة في السيدمنت اللي هو الراسب مين من اليورين. بعد أنتم تعرفون إحنا أخذنا اليورين بالبداية وندخل بينه الستروب حتى نكشف عن منه، نكشف عن المواد المتغيرات الكيميائية. بعدين أنا خلينه بالسنترفيوج، يفر السنترفيوج خاصية اللي هو الطرد المركزي، الجذب راح يتكون لي راسب، الراشح أنا أهمله اخذ الراسب، هذا الراسب اش القي بينه مكونات، ممكن القي بينه اللي هو ريد بلاست سيلز هي كريات الدم الحمراء، اللي هو وايت بي سيلز، ميوكوس، بالاضافه الى فاريوس ابيثيليال سيلز، فاريوس كريستالز بكتيريا كاست كريستالز. اما حالات اللي انا تظهر عندي لازم تكون كميه كريات الدم الحمراء الطبيعية تكون إما من 0 إلى 1 أو من 1 إلى 2 أو عدم وجودها أصلا، بينما إذا تحت المجهر أنا شعته كمية الإدرار كمية الدم تكون كلش عالية. هذا دليل على إيش؟ هذا دليل على حالة واحدة اللي هي إما وجود كريستالز خشنة أو حصوات هتخدش لجدار الكلية أو المثانة أو الحالب، بالتالي تزداد عندي الالتهابات وتزداد عندي كمية الدم. فمن خلالها أنا ممكن أنه أنا أشخص هذه الحالة المرضية. نجي على طرق لـ Type of Urine Collection Method، لطرق جمع أنواع الطرق المستخدمة في جمع اليورين. Urine specimen may be collected in a variety of ways according to the type of specimen required, the collection site and patient type. ربما جمع عينات الإدرار تتم اللي هو بطرق متعددة اعتمادا على منه، according to اعتمادا على نوع العينة المطلوبة،
بالإضافة إلى الموقع المراد جمع ونوع المريض. هذه الحالات اللي راح تعتمد على طرق جمع عينات الإدرار. randomly collected أحد هاي الطرق. أولا randomly collected specimen يعني طريقة الجمع العينة العشوائية، يعني بأي وقت أنا ممكن إنه أخذها حتى أجمع عينة الإدرار. زين، نجي هنا شو نقول؟ هاي الطريقة الأولى راح تكون مفيدة ولا لا؟ are not regarded as a specimen of choose. إيش تعتبر هي الطريقة؟ هي غير مفيدة في جمع العينة أو أخذ أو اختيار العينة، أو غير مرغوبة، لا تعتبر هذه مرغوبة في أخذ العينة الإدراف. السبب because of potential of dilution of the specimen when collect occurs soon after the patient has consumed fluids. ليش تعتبر هذه العينة اللي غير مرغوبة في جمعها لغرض الفحص؟ لأن احتمالية تخفيف هذه العينة بعد فترة قصيرة من قبل الجمع راح تعرض لمنه اللي ممكن انه الشخص المريض ايش كنت ناول السوائل، بالتالي انا راح تتخفف لي هذه العينة، وما ممكن انه انا احدد الحالة المرضية او المتغيرات الموجودة في داخل العينة. ثانيا first morning specimen اللي هي عينة الأولى الصباحية، هي تعتبر أفضل عينة للاختبارات تحليل الإدرار. As the specimen of choose of urinalyze and microscope analyze since the urine is generally more concentrated. ايش تعتبر؟ هي تعتبر العينة الأفضل للاختبار التحليل وكذلك الاختبارات المجهرية. ليش؟ لأن تكون عينة الإدرار بصورة عامة هي أكثر تركيزا، يعني كل ما كانت عينة الإدرار اللي هو أكثر تركيزا بالتالي راح أحصل على راسب أكثر، بالتالي أنا ممكن ألاحظ المتغيرات بشكل واضح تحت المجهر، ومن خلاله ممكن أنه أحدد الحالة المرضية عند المريض. Midstream clean catch specimen هذا النوع من العينة اللي هو عينة التي تؤخذ في الحالة الوسطية، يعني عفوا في نفس. نعم دكتور، بس السلايد ما يقلب. تمام. حسنت. تمام. النوع الثالث midstream clean catch specimen يعني العينة التي تؤخذ هي في الوسط في نفس الحالة، في يعني القصد أنه في نفس المرة العينة الأولى الكمية الأولى نطرحها بعدين نجمع العينة الوسطية. خاصة تستخدم هذه الطريقة لزراعة الإدرار. ليش؟ are strongly recommended for microbiological culture لينصح بشدة باستخدام هذا النوع من العينة خاصة في زراعة هو زراعة الإدرار للكشف عن منه اللي هو الميكروبيولوجيكال and antibiotic susceptibility testing في الاختبارات منه، اللي يعني ينصح استخدام هذا النوع من العينة في اختبارات أولا اللي هو حساسية المضادات الحيوية بالإضافة إلى اللي زراعة الميكروبيولوجي. إحنا نعرف مرات عند الأشخاص اللي تتكرر الالتهابات البص راح تكون موجودة بكمية الميوكس بالإضافة إلى البكتيريا، كل ما هاي يجي الطبيب ينطينه علاج ويرجع يعمل الفحص يقول له استمر عفوا يقول له استمر مثلا على العلاج فقد اسبوع وتعال او 10 ايام اعمل الاضرار، يعمل الاضرار نفس الشيء، ينطينه غير دواء.
من أيضا نفس الحالة تتكرر، وكمية الالتهابات تكون كلش كبيرة. فالحل الوحيد إيش نعمل؟ نعمل له كلتشر اللي هو الزراعة. الغاية منه راح نحدد نوعية البكتيريا ونوعية العلاج اللي يشتغل على هذه البكتيريا. زين، إذا أنا أخذت عينة إدرار ملوثة أصلا، ممكن إنه ينطيني كلتشر. زين، من أجي أعمل له سنسيتيفيتي أيضا ينطيني، بس هو راح ينطيني الأنتيبايوتيك والسنسيتيفيتي على هذا النوع من البكتيريا، هذا العلاج. بس ممكن إنه هذا النوع من البكتيريا جت لي بالتلوث، ما جت لي من وين صار، اللي هي من الحالة المرضية الموجودة في داخل الجسم. بالتالي أنا راح أحصل على نتيجة خاطئة. فلهذا ينصح اللي هي باستخدام هذه النوع من جمع العينة، خاصة في زراعة الكلتشر، because of the reduced incident of cellular and microbial contamination. حتى نختزل حدوث التلوث الميكروبي وكذلك التلوث الخلوي، ينصح باستخدام هذا النوع من العينات. Time collection specimen، يعني عينة الجمع المؤقتة، يعني أي في وقت معين ممكن أنا لازم آخذها. لازم يعني مثلا إذا كان عندي متغير مثلا الكورتيزون، الكورتيزون تعرفون أنتم أعلى ما يكون هو في الصباح، يعني قبل الساعة 9، وأقل ما يكون اللي هو في المساء. فأنا أريد مثلا أشعل كمية الكورتيزول الموجودة في اليورين. أنا ما أجي أخذ ويصب أخذها في الظهيرة، أخذ عينة أو أخذ المساء. فلهذا هاي تأخذ اللي هو في وقت محدد، يعني عينة الدم المؤقتة في وقت معين. Maybe record for quantitative measurement، اللي وربما نحتاجها للقياسات الكمية for certain analytes، لبعض التحاليل including the subject to diurnal variation. تتضمن هذه المتغيرات المراد قياسها كميا حتى التي تتغير نهاريا. عندنا كثير من المتغيرات أو البارامترات الموجودة بداخل الجسم اللي تنطرح عن طريق الإدرار ممكن أن يحدث لها تغيير. Analytes commonly tested، الاختبارات الأكثر شيوعا مستخدمة في التحليل using the timed collection، تستخدم الجمع المؤقت including مثلا عندنا الكرياتينين، يوريا، بوتاسيوم، صوديوم، يوريك أسيد، كورتيزول، كالسيوم سيترات، أمينو أسيد، كاتيكول أمينز. هذه المهاي ممكن إنه أنا أحدد، لازم أحددها في وقت معين. أيضا اللي هو عين مثلا عندنا الكورتيزول، شرحنا قلنا لازم يكون بوقت معين، لأنه أعلى وقت معين أعلى ما يكون اللي هو في الصباح. كذلك اللي هو في عينات الدم أيضا أكو بعض المتغيرات لازم تؤخذ اللي هو في وقت معين وثابت. زين، urine collection if the specimen is not refrigerated، إذا عينة الدم لم يتم تبريدها within 1 hour of collection، بعد ساعة واحدة من عملية الجمع. The following changes in composition may be occur، تحدث اللي هو العديد من المتغيرات على التركيب. زين، إيش هي هذه التغيرات؟ Increase pH from the breakdown of urea to ammonia by urease producing bacteria، زيادة الأس الهيدروجيني بسبب منه؟ بسبب تكسر اليوريا. احنا نعرف ان اليوريا اللي راح تنطرح خارج الجسم، بس إذا تركناها أكثر من ساعة وإيش يحدث لي؟ تكسر لليوريا تتحول إلى منه؟ إلى أمونيا. بواسطة منه؟ بواسطة إنزيم يسمى اليوريز. ويصب موجود هذا وينتج ينتج له من قبل البكتيريا الموجودة في اليورين. بالتالي أنا مثلا أنا أريد أقيس كمية اليوريا في اليورين. إذا أنا تركتونه وهو بساعة أجي علينا كمية اليوريا أكيد راح تقل، بالتالي أحصل على نتائج خاطئة.
decrease glucose from glycolysis and bacterial utilization. تقل كمية منه، تقل كمية الجلوكوز اللي هي بسبب من البكتيريا راح تستخدم تستخدم الجلوكوز. أنا تركتونه مثلا، أنا عندي يورين، أخذتونه الصبح أو أخذتونه بأي وقت كان، وركز لي مثلا الطبيب وشايق لي موجود عنده جلوكوز باليورين، أنا ما اشتغلتونه هسه، تركتونه فقط ساعة اشتغلتونه، إيش راح يصير؟ راح تكون كمية الجلوكوز عنده راح تكون قليلة. فممكن أخلي السترب، راح يطلع لي كمية الجلوكوز طبيعية، أنا أسجل له بالتقرير، أسجل له نيل، في حين هو في الحقيقة لو سحبنا له دم وشعنا كمية الجلوكوز اللي عنده راح تكون كلش عالية. أكو بعض الأطباء يعتمدون على كمية الجلوكوز الموجود في اليورين، واضح؟ ممكن إنه ما يسحب، ما يقولوا اعمل لي الراندوم أو الفاستنج أو إلى آخره، بالتالي يعتمد على هاي النتيجة فما يصرف له دواء، في حين هو في الحقيقة كمية الجلوكوز عنده تكون كلش عالية، ولهذا ضروري إما أجمدها أو أبردها للعينة أو مباشرة أستخدمها. Decrease ketone because of volatilization، راح تقل الكيتونز بودي بسبب التبخر. انتم تعرفون الكيتونات هي تكون متطايرة، بها حالات تكون تزداد اللي هي كمية الكيتون. الأشخاص المصابين بالسكري كمية السكر عندهم تكون كلش عالية، بالتالي الجسم يحتاج إلى طاقة، ما راح يحصل على هاي الطاقة، يجي يكسر لي منه، يكسر لي الدهون، يعني يعتمد اعتماد كلي على الدهون في إنتاج الطاقة، بالتالي راح تزداد كمية الكيتونز. أنا من خليت السترب في داخل اليورين ممكن إنه ينطيني كمية الكيتونز الموجودة بالجسم، إذا تركتونه فترة طويلة راح تتطاير، راح تكون النتيجة إنه يكون طبيعي، في حين هو في الحقيقة هو عنده كمية الجلوكوز تكون كلش عالية، وما يطيق الخلية تعتمد عليها في إنتاج الطاقة. رابعا، decrease bilirubin from exposure of light. احنا ذكرناها في المحاضرة السابقة، قلنا البيليروبين يكون جدا حساس للضوء، لذلك فإذا أنا تركت هذه العينة، أنا تركتها أكثر من ساعة وما مثلا خليتوها في مكان معتم ومبرد، بالتالي راح تقل كمية البيليروبين وتنطيني نتائج خاطئة. ممكن إنه الشخص، أنا من خلال هذا، من خلال لون الإضرار، أنا أشخص إنه الشخص راح يكون مصاب بالجويندز أو لا. ليش؟ لأن الجويندز راح يكون من يرتفع بالدم راح يبدي الجسم يطرحه خارج الجسم اللي هو عن طريق اليورين. بالتالي إذا تعرض إلى الضوء راح تقل كميته، بالتالي ينطيني نتائج خاطئة. Decrease urobilinogen as a result of its oxidation to urobilin. راح تقل أيضا اللي هو كمية منه اللي هو اليوروبلينوجين. اليوروبلينوجين أنتم تعرفون من ينتج، اللي هو ينتج اللي هو من بكتيريا الموجودة، بالتالي تعمل على منه، تعمل على تحويل اليوروبلينوجين إلى يوروبلين بعملية الأكسدة. أيضا من خلية الستروب اللي هو في داخل اليورين أنا راح أحصل على نتيجة طبيعية، في حين هو نتيجة لتركه لفترات طويلة راح ينطيني نتائج خاطئة. دكتور بس السلايد. نعم، رقم 6، increase nitrate from bacterial reduction of nitrate.
نايترايت راح تتحول منه اللي هو increase نايترايت اللي هو from bacterial reduction of nitrate، زيادة منه اللي هو النايترايت اللي هو من خلال منه من خلال اللي هو الاختزال للنايتريت. بالتالي أنا راح أحصل أيضا على نتائج خاطئة إذا تركتونه لفترات إيش، لفترات طويلة. زين، إحنا عملية أشنو إيش أي يحدث؟ أي يحدث إن اللي هو النايتريت اللي هو تتأكسد راح ينطيني منه، ينطيني اللي هو النايترايت. زين، أنا عندي بداخل الستروب أنا راح أدور على منه، على كمية اللي هو النايترايت. إذا صار اختزال للمنو اللي هو النايتريت تتحول إلى النايترايت. زين، إيش الغاية من هو هذا اللي موجود اللي هو أيضا بالستروب؟ دائما أنا مخلي الستروب راح يتغير اللي هو شدة اللون مالته. هذه دليل على منو؟ هاي دليل على وجود البكتيريا. أنا ممكن إنه قبل ما أخليه تحت المجهر أنا من خلال الستروب أعرف إنه أكو بكتيريا ولا ما أكو بكتيريا. إذا زادت لي شدة اللون هذا دلالة على إيش؟ اللي هو وجود البكتيريا راح تعمل على اختزال منه اللي هو النايتريت، تحول لي إلى منه إلى نايتريت، النايترات إلى نايتريت. واضح؟ سابعا increase bacteria from bacterial reproduction، زيادة البكتيريا اللي هو كمية البكتيريا أيضا راح تزداد إذا تركتونه لفترات طويلة بدون تبريد بسبب منه اللي هو من خلال اللي هو تكاثر البكتيريا. تتكاثر عندي البكتيريا إذا تركتونه لفترات طويلة، بالتالي راح تكون النتيجة أنا خليها تحت المجهر أشعل كمية البكتيريا تكون كلش عالي، بالتالي أنا راح أحصل على منه وراح أحصل على نتائج خاطئة. increase turbidity caused by bacteria growth and possible precipitation of amorphous material، زيادة منه زيادة التعكرية بسبب نمو البكتيريا، ومن المحتمل ترسيب ايش تعمل لنا على ترسيب اللي هو الامورفوس ماتيريال اللي هو احد انواع الكريستالز. يمكن لاحظت من يشتغلون بالمختبرات عندك يورين استخدمته وظل بالكب يورين كمية، هاي تركته نسيته، جيت انت مثلا لي ثاني يوم تجي تشعه اكو فد راسب ابيض، هذا المتكون اشنو هاي النتيجة؟ هذا زيادة في منه زيادة في التعكرية، نمو البكتيريا صار نمو البكتيريا بكميات كبيرة راح تعمل لي على ترسيب الامورفوس ماتيريال احد انواع الكريستالز. disintegration of red blood cells، تفكك او تحطم كريات الدم الحمراء and casts particularly خاصة in دايلوت الكلان يورين. عندي انا اليورين انا منخلي السترب ممكن انه انا اجد الاس الهيدروجيني اذا كان حامضي او قاعدي. بالنسبه اذا كان عندي اليورين قاعدي، القاعدي المخفف يعني مو قاعدي، احنا نعرف احنا كل ما زاد الاس الهيدروجيني ايش راح تزداد القاعديه، كل ما قل الأس الهيدروجيني تتحول إلى الحامضية. القاعدي المخفف ويبدي من مثلا من ثمانية تسعة، هذا يسمونه قاعدي مخفف. إيش راح يحدث؟ راح يحدث إلى تحطيم أو تكسير أو انحلال من كريات الدم الحمراء وكذلك الكاست، خاصة اللي كما ذكرناها في الإدرار القاعدي المخفف. changes in color caused by oxidation of reduction of metabolites، يحدث لي تغير في اللون نتيجة عمليات الأكسدة والاختزال التي تحدث في منو نتيجة عملية الأكسدة والاختزال التي تحدث على المتغيرات كذلك في العمليات الأيضية. إلى حد هوني انتهت المحاضرة، إذا أكو أي سؤال